السلام عليكم يا عاشر، كيف حالكم؟ نبدأ بدرس الروابط الكيميائية وأنواعها، وهذا الدرس هو من المادة المرحلة للفصل الثاني، لكن سنقوم بأخذ فكرة جيدة عنه لنخفف على أنفسنا إن شاء الله مع بداية العام الدراسي الجديد. طبعا اليوم نبدأ في الروابط الكيميائية وأنواعها. أول شيء نتعرف على مصطلح كيميائي هام جدا ويدعى بتركيب لويس، قمنا سابقا بشرحه، وهو تركيب اقترحه العالم جيلبرت لويس في سنة 1902، وهو عبارة عن طريقة لتمثيل أشكال الجزيئات، مش المادة تتكون من ذرات وجزيئات، أطلق عليه باسم تركيب لويس، وهو عبارة عن تمثيل نقطي لإلكترونات التكافؤ. إيش هي إلكترونات التكافؤ؟ قلت لكم سابقا اللي هي إلكترونات المدار الأخير، إلكترونات المدار الأخير. إذن إيش هي إلكترونات التكافؤ؟ إلكترونات المدار الأخير، التكافؤ اللي هي إلكترونات المدار الأخير، المدار الأخير. يعني مثلا لو قلنا إن الصوديوم Na توزيع 11، هاي الذرة Na، المدار الأول بيحتوي على 2 إلكترون، المدار الثاني يحتوي على 8 وهي حد الأقصى، 4 5 6 7 8 8 زائد 2 10، المدار الأخير يحتوي على إلكترون واحد. يعني مثلا هو التمثيل طبعا أعوج بس مش مشكلة، بيحتوي على إلكترون، فإن إيه بمثله هيك عليه نقطة. شو يعني عليه نقطة؟ شو بقصد أنا في كلمة عليه نقطة؟ نقطة إنه هو إلكترون المدار الأخير، إلكترون المدار الأخير، هذا هو تركيب لويس، هذا هو تركيب لويس. فمثلا الإلكترونات التكافؤ تشارك في تكوين الروابط الكيميائية، يعني هذا الإلكترون هو اللي بده يتدخل في تركيب الروابط الكيميائية، خصوصا مثلا لما يرتبط مع السي ال، فبرمز لكل إلكترون، كل إلكترون له نقطة، زي ما حكينا توضع على رمز العنصر، يعني هنا توضعت النقطة على رمز العنصر اللي هو Na الصوديوم. طيب كيف ترتبط الذرات؟ أي ذرات في الكون كيف ترتبط؟ عن طريق يا فقد إلكترونات أو اكتساب إلكترونات أو المشاركة في الإلكترونات. إذن كيف ترتبط الذرات فيما بينها؟ عن طريق فقد إلكترونات، كسب إلكترونات، المشاركة في الإلكترونات، فيصبح توزيعها شبيه بتوزيع الغاز النبيل كما قلنا سابقا. يعني مثلا هنا إذا فقد الإلكترون، لأن يتفقد الإلكترون بصير توزيعها 10، فبصير 2-8 زي الهيليوم، اتذكرتوا يا عاشر؟ طيب خلينا نشوف التوزيع الإلكتروني لبعض العناصر. عندك صوديوم، مغنيسيوم، ألمنيوم، سيليكون، فسفور، كبريت، كلور. Na 11 عدد الذري، 1s2، 2s2، 2b6، 2 2 6 10، 3s1، هذا إلكترونات المدار الأخير، هي واحد. Mg هي واحد نقطة. Mg مغنيسيوم 12، 1s2، 2s2، 2b6، 3s2، إذن 2، هي نقطتين. الألمنيوم 13، أنا هنا ماشي فيهم بالترتيب من الأدنى إلى الأعلى، تصاعدي للتنازلي، عفواً تصاعديان. ألمنيوم 1s2، 2s2، 2b6، 3s2، 3b1، قلنا عند بعد 3s2 بقوم بجمع 2 زائد 1، 3، وهكذا، وهكذا. طيب أتحقق صفحة 62، أكتب تركيب لويس لكل من ذرات العناصر في الجدول الآتي، هذا بدي إياه واجب يا عاشر، رجاء من الجميع إرساله لي، اللي هو عنصر الليثيوم، الفلور، البورون، النيتروجين، البريليوم. طيب نتكلم الآن عن الروابط الكيميائية، كل ما حولنا يتكون من روابط ويرتبط بقوة التجاذب تدعى بالروابط الكيميائية. فشو تعريف الروابط الكيميائية؟ قوة تجاذب، نوع التجاذب ينشأ بين ذرتين أو أكثر، إما عن طريق فقد الذرة للإلكترونات أو عن طريق اكتسابها أو عن طريق المشاركة فيها مع ذرة أخرى، مثال ذلك روابط أيونية وروابط تساهمية. إذا الروابط الكيميائية نوعين، روابط أيونية وروابط تساهمية. هس الأيونيك بوند اللي روابط الأيونية بتكون أيونات يا موجبة يا سالبة، السالب اكتسب والموجب فقد. فهنا شو بيقول لنا؟ إنه بتفقد ذرات بعض العناصر الإلكترونات، تفقد يعني بصير شحنتها موجبة وبتكون أيون موجب، إذا الفاقد بيكون أيون موجب زي الـ Na موجب واحد.
مش الكل بفقد، عندك في ذرات بتكسب فبكون لها أيون سالب، فهي اسم رابطة أيونية. إذا هي رابطة تنشأ بين ذرات فلز ولا فلز، إذا هي رابطة تنشأ بين ذرات فلز ولا فلز زي كلوريد الصوديوم NaCl، فبحدث تجاذب بين أيون الصوديوم Na الموجب وأيون الكلوريد السالب، يعني فلز ولا فلز. كيف بدي أمثل؟ عن طريق تركيب لويس. أول إشي عندك الكلور لا فلز وعندك الصوديوم فلز بالفلزات. كيف بمثل؟ خليني أمثل الرابطة الكيميائية، الرابطة الأيونية بين الكلوريد الصوديوم. الرابطة الأيونية، الرابطة ركز معي يا عاشر، الأيونية لكلوريد الصوديوم اللي هو رمزه الكيميائي NaCl اللي هو ناتج عن Na وCl. أول إشي عندي الCl كلور لا فلز عدده الذري 17، عندك الصوديوم Na فلز عدده الذري 11. تمام، هسه لو إجينا لتوزيع الكلور، كيف توزيعه؟ Cl 17 كيف كنا نوزعه؟ 1s2 2s2 2b6 3s2 3b5 3b5. تمام؟ يعني توزيع المدار الأول بتحمل 2، المدار الثاني 8، المدار الثالث 7. طبعا حتى يصبح المدار الأخير ممتلئ بده إلكترون، بده يكسب إلكترون، بده يكسب إلكترون. إذا توزيعه هكذا، المدار الأول فيه إلكترونين، المدار الثاني فيه 8، ما يحدوا المدار الثاني 8 إلكترونات، 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. المدار الأخير اللي هو 7، يعني هو 17 1 2 3 4 5 6، مثلا هاي 7 خلينا نفترض. ماشي، طبعا هو يجب أن يمتلئ، يجب أنه يصير 8، فهو بده يكسب إلكترون. طيب خلينا نشوف الصوديوم، الصوديوم كيف توزيعه؟ ال Na توزيع 1s2 2s2 2b6 3s1. طيب الأول يتسع الاثنين، الثاني 8، الثالث 1، واحد ما بده إياه. كلور بده 1، الصوديوم ما بده الإلكترون، فبنتقل من الصوديوم للكلور، فبصير عندك الصوديوم 10، توزيع الذري 10 Na 10 2 8 مكتمل، وتوزيع الكلور 18 لأنه أخذ إلكترون، فبصير 2 8 8 والمدار الأخير 8 ممتلئ. لهيك تنشأ رابطة، لأنه واحد بفقد واحد بكسب، فبصير لما يفقد هاي Na موجب 1 وهاي بصير Cl سالب 1، فكله على بعضه بعطيني NaCl NaCl. هيو نفس التمثيل طبعا، عشان هيك بتتربط الروابط مع بعض انه بتكون مناسبه. هي هنا انظر، هنا الالكترون في Na فقده، مين اللي اكتسبه؟ Cl. مين اللي اكتسبه؟ Cl. فهنا ينشا ايون احادي موجب، ينشا هنا ايون احادي موجب Na بلس، لانه عدد البروتونات الموجب اكبر عدد الالكترونات السالبه، وايون احادي سالب للكلور لانه عدد البروتونات الموجبه اقل، فبسود السالب، فتصبح شحنته سالب، فيحصل بينهم تجاذب قوي، يحصل بينهم تجاذب قوي. مثال اخر هو ارتباط المغنيسيوم بالاكسجين لتكوين مركب اكسيد المغنيسيوم. هنا ان شاء الله نكتفي الان، ان شاء الله المره القادمه بدنا ناخذ الرابطه التساهميه. عافاكم الله يا تعالى، عشان لا تنسوا الواجب تمثيل لويس.